والآن إلى صفحة رياضية مع زميل جورج السويدي. يعني جورج بدنا ننتقل لأجواء أخرى هلأ معك. صح، يعني أجواء مختلفة كلياً، هيك بركة منموه شوي على المشاهدين. تفضل، شو عندك أخبار؟ جيسيكا وماجد، في عنا أخبار مهمة على صعيد التنس، كرة قدم أوروبية دائماً بعد الويك أند، وخبر محلي أيضاً، وكرة سلة أمريكية. البداية إذن رح تكون مع التنس ومع دور نصف النهائي لبطولة كأس الماسترز اللي مستمرة بلندن، مع دور نصف النهائي اللي كان عم بصير مثلاً امبارح، حيث لحق السويسري روجيه فيدرير ومصنف تاني وحامل اللقب بالصربي نوفاك جوكوفيتش إلى المباراة النهائية بعد ما فاز على البريطاني أندي ميري المصنف ثالث 7-6 و6-2، وكان فاز جوكوفيتش على الأرجنتيني ديل بوترو المصنف سادس 4-6 6-3 و6-2 ليتأهل بدوره للفاينل. وبيسعى فيدرير إلى الاحتفاظ باللقب اللي توج فيه العام الماضي بتغلبه على تسونغا الفرنسي ولأحرز لقبه السابع بالبطولة، وهيدي المرة الثامنة عم يوصل فيها للفينال، وراح تكون مواجهة 29 بين جوكوفيتش وفيدرير، وبتميل الكفة لهلأ لصالح اللاعب الصربي مع 16 فوز مقابل 12 للسويسري اللي فاز بآخر مواجهتين ببطولة ويمبلدون وبدورة سينسيناتي، وكان جوكوفيتش ضمن قبل انطلاق البطولة الاحتفاظ بالمركز الأول عالميا حتى لو خسر الفينال مع اللاعب السويسري مساء اليوم. ننتقل لكرة القدم مع صفحة رح نبلشها مع الدوري الألماني وختام المرحلة الـ 11 من البوندسليغا. باير ليفركوزن انتقل لمواجهة فولسبورغ على أرضه بالفولسفاجن أرينا، وكان عم يتأخر هون بعد ضربة حرة رائعة للبرازيلي دييغو بالدقيقة الرابعة، وأضاف اللاعب الرقم 10 بنفسه هدف 2-0 بالدقيقة 16 بعد أسيست للهولندي باس دوست. دوست سجل بنفسه هدف 3-0 بعد باس دييغو هالمرة، وبالشوط الثاني بيقلص ليفركوزن الفارق ل 3-1 بهدف لشتيفان كيسلينغ. فولسبورغ بهالفوز صار بالمركز 16 مع 3 انتصارات هالموسم فقط، بينما ليفركوزن كان عم يتلقى أول خسارة له بعد 7 مباريات وحاليا بالمركز الخامس. رح نتابع هلأ ابرز نتائج البطولات الاوروبيه يلي صارت بهالويكند، والبدايه مع الدوري الاسباني لاليغا يلي شهد تعادل او فوز لبيلباو على سيفيا 2-1، وفوز ريال مدريد بشكل صعب على ليفانتي 2-1 خارج ارضه. اتلتيكو مدريد تغلب على خيتافي، وبيلباو مثل ما ذكرنا كان عم بيفوز على سيفيا البارسا على مايوركا. بالترتيب البطوله الاسبانيه لا يزال برشلونه بعيد بثلاث نقاط عن مدريد، اتلتيكو مدريد الريال ثالث بتيس رابع وملقى بالمركز الخامس. منتابع مع الدوري الإيطالي يلي شهد كمان مباريات حامية بهالأسبوع. بأبرز المباريات شفنا فوز لاتزيو على روما 3-2 بديربي العاصمة، وفوز نابولي خارج أرضه. ميلان كان عم بيخسر على أرضه مع فيورنتينا 3-1، والإنتر عم بيخسر مع أتلانتا بوقت اليوفي كان فاز نهار السبت على بيسكارا 6-1، ولا يزال مثل ما رح نشوف بالترتيب بالصدارة بالمركز الأول بفارق 4 نقاط عن الإنتر الثاني، نابولي ثالث، فيورنتينا رابع، ولاتزيو خامس. والختام رح يكون مع الدوري الإنجليزي البريمير ليج اللي شهدت تعادل أرسنال السبت وفوز اليونايتد الصعب نهار السبت كمان على أستون فيلا. السيتي كان عم بيفوز وتشيلسي عم يتعادل مع ليفربول بأقوى المواجهات. بالترتيب رح نشوف السيتي بالمركز الثاني صار بدلا من تشيلسي، يونايتد دائما اول، ايفرتون رابع، وويست بروميتش بالمركز الخامس. بالان بي اي خمس مباريات صاروا مساء امبارح، وبابرزها استقبل لوس انجلوس ليكرز ضيفه ساكرامنتو كينجز وهدفه الفوز الثالث بهالموسم. بقيادة مساعد المدرب بيرني بيكرستاف استقبل الليكرز بستيبل سنتر منافسه الكينجز سعيا لتحسين صورته السيئة ببداية الموسم. الفريق الأصفر اللي أقال مدربه مايك براون من أيام قليلة قدم مباراة جيدة وبرز بصفوفه عملاقه الجديد دوايت هاورد ب 23 نقطة و 18 متابعة، وأضاف كوبي براينت 20 نقطة و 6 أسيست. ساكرامنتو اللي كان دائما ورا منافسه طوال المباراة فشل بتدويب الفارق اللي خلقه الليكرز حتى وصل لأكثر من 20 نقطة ببداية الربع الرابع، وكان أبرز لاعب عنده الاحتياطي جيمر فريدت ب 18 نقطة. المباراة انتهت لصالح أصحاب الأرض 103-90، فكان الفوز الثاني على التوالي بقيادة بيكرستاف، علما أنه مدرب جديد متوقع وصوله بالساعات القادمة هو على الأرجح مايك دانتوني مدرب فينيكس ونيويورك السابق. وبأبرز باقي النتائج، تغلب أوكلاهوما على كليفلاند 106-91، الكليبرز على أتلانتا هوكس 89-76، وخسارة مفاجئة لميامي هيت أمام ممفيس 104-86.
بالختام رح نكون مع المحليات. عقدت الجمعية العمومية بالاتحاد اللبناني للفوليبول اجتماعها السنوي بجونيو للمصادقة على البيانين الإداري والمالي اللي شرح عنهم كل من الأستاذ وليد القصوف الأمين العام وميشيل أبي رميا رئيس اللجنة المالية. وبعد ما تم الموافقة عليهم تم شكر الأستاذ أبي رميا صاحب شركة أبي رميا جروب السبونسر الأساسي لبطولة لبنان بالفوليبول وتلفزيون الام تي في الناقل الرسمي لمباريات البطولة. من بعدها تمت عملية انتخاب اللجنة الإدارية الجديدة للعبة لمدة 4 سنوات التسكية بحضور 92 نادي من أصل 106، الأمر اللي بأكد على العلاقة القوية اللي بتجمع الاتحاد بكل الأندية. إشارة أنه الاتحاد عاد تقريبا هو نفسه باستثناء تبديل واحد، وطبعا برئاسة الأستاذ جون همام المرشح الأول لرئاسة اللجنة الأولمبية. هذه كانت أبرز أخبارنا جيسيكا ومجد. شكرا.